من المسائل يا إخواننا المهمة أيضا في أيام العيد، قال العلماء: كان السلف أغض بصرا أيام العيد، غض البصر. ليه؟ لأن الناس بطبيعتهم بيتوسعوا في الملبس أيام العيد، الناس بيلبسوا، والملبس كثير من الناس ما يتورع من لبس الحرام. يعني مشروع لنا يا اخواننا نلبس الجديد ونلبس احسن ما عندنا من الثياب ونوسع على عيالنا ونشتري لهم الازياء الجميله، تمام، ما في مشكله. لكن خلي بالك البنايات لو كانوا شفع صغار 7 و8 سنة وكذا ما في مشكله، لبسهم الازياء الحلوه والجميله ويفرحوا ويتنزهوا، ما في اشكال، اصل مشكله ما في، بل هذا مطلوب شرعا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا حتى يعلم ان في ديننا فسحه. يعني الدين الاسلامي ما هو فقط الصلاه والصيام وقيام الليل والذكر، ما هو كذا فقط، والانسان لو عمل اي شيء ثاني يبقى ما من الدين، لا، من ديننا الاسلامي ان نوسع على ابنائنا ويفرحوا ويتمتعوا في ايام العيد، ما في مشكله. لكن انتبه، الفتاة لو بلغت سن الحلم يعني بقت بالغة، بعد ده لو لبست الأزياء الجميلة تكون جوا البيت، جوا البيت تلبس الأزياء الحلوة والجميلة وتزين، لأن المرأة بطبيعتها مجبولة على حب الزينة. ربنا قال: أو من ينشأ في الحلية، تحب لما تجي تكشر كده وتجيب لها سلسل وتجيب لها ما تعرف غويشه وتوكات ولا شنو ما عارف اللي بيركبوها في الراس كده قاشره، وهي حاسه انها حلوه كده بتكون مبسوطه المراه اصلا كده. فالمساله دي يا اخواننا متاحه لنا، لو بلغت الحلم تكون جوا البيت، الباب مقفول وجوا محارم، كويس، محارم لها تلبس اي لبس جميل وكده ما في اشكال، تمام، ما لم يكن فيه تفحش وشغل بتاع الغربيين داك والناس اللي لابسين فوق الركبه وشنو ما عارف، ده ما بجوز حتى جوا البيت ذاته. المهم، اما الفتاه بالغه وتمرق برا البيت ولابسه بنطلون ويتابوها يا اخي ولي امره وماشي معاه لابسه بنطلون وفك شعره وما تعرف لابسه شنو وعطر وزينه ومارقه، يقول لك يا اخي ان في ديننا فسحه، والله دي لا فسحتنا ولا اي حاجه. الزيدة لا فسحتنا لا في ديننا ولا عنده علاقة مع ديننا الإسلامي. يا أخواننا كده أنت بتتخيل معاي، ممكن السيدة عائشة رضي الله عنها ولا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مارقة بشكل زي ده ويقولوا إن في ديننا فسحة؟ يا أخواننا وي، في ناس من علماء الضلالة بيزينوا لناس الكلام ده، يعني تلقاه شيخ إمام الجامع ينصح فيك الشهر كله واتقوا الله ويا عباد الله، تجي يوم العيد تلقى مارق معه بنياته لابسات لي بالشين زي ده يقول لك ان في ديننا فسحه، ياتوا فسحه دي زي ده؟ ما زي ده يا اخواننا، كويس؟ حتى الفتاه العلماء قالوا: من لم تبلغ الحلم، ما بلغت لسه، ولكنها جسيمه، في بنات بطبيعتهم يعني الواحده من صغيره عمرها 9 سنوات بتكون او 10 سنوات، قد تكون ما بلغت لسه لكن بتكون جسيمه وجسمها فاتن، دي برضه ما يلبسوها اللبس الشين ويمرقوها برا، لأن في هذا فتنة. عشان كده يا اخواننا أيام العيد أول حاجة أنت كولي أمر أعمل حسابك. يا أخي ربنا ما بيسألك، ربنا ما قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقي نفسك ووقي أهلك من النار. اثنين، المجتمع ده أصلا فيه أشياء زي دي قاعدة، أعمل حساب بصرك، أبعد تماما محلات زي دي، ما تقول لا يا أخي والله أنا مارق دايرة نتفسح، الفسحة ما فيها مشكلة أمرك، لكن المحل المارق له انت شكله كيف؟ حتلقى الجماعه دي قاعدين ولد وبنت قاعدين مع بعض، وجماعه مارقين باسر ومتبرجين ولابسين لبس شين واغاني وموسيقى وشنو، انت مارق في محل زي ده ما تمرق، ما بجوز زيك. يقول لك داير اتفسح، ايوه اتفسح لكن ما هنا. انت حتغض بصرك؟ تغضه كيف ذاته؟ ما بتقدر تمشي محل زي ده وتقول انا داير اغض بصري. غض البصر يا اخواننا من اللوازم بتاعته انه الانسان ما يرمي نفسه في مهلكه، يقول لك دار اغض البصر انا، ماشي في نص الحديقه تلقاه، حديقه بهنا حريم وبهنا حريم ومن بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ده كله ملمومات حريم، ويقول لك دار اغض بصري، سو كده قبل، انت تسوي شنو؟ كده ما بتقدر.
ما بتقدر شرع، ما بتقدر كده انت. عشان كده انت تبعد نفسك من ده تماما. واذا كان في محل مكان محترم لايق انت بتخرج له ما في اشكال. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.